كابتن عادل، النتيجة غير متوقعة وعكس سير المباراة. ده أكيد يعني، ولكن خلينا نتكلم إنه أنت مش وحش في الدوري. آخر مباراة أنت خسرتها 4-3، يعني النادي الأهلي دخل فيه 4 أجوان، المباراة اللي بعديها في الدوري النادي الأهلي يدخل فيه 2، 6 أهداف وبتجيب 5 أهداف، يعني مش ده النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده دلوقتي 22 جول ليه وعليه 11، عمر ما النادي الأهلي يعني المعدل بتاع الأهداف واحد، يعني معدل مثلا 2 وي، لكن النادي الأهلي 11 دي كتير قوي عليه قوي، 11 جول كتير، دي واحد. ليه بقى الأسباب اللي احنا بنتكلم فيها دي إنك أنت ماشي وحش في الدوري؟ ليه؟ لأسباب معينة في مستر كولر نفسه. مستر كولر يعني أنا بتهيألي تركيزه بيبقى في المباريات الأفريقية أكتر كتير قوي من مباريات الدوري. واحد، عدم اللعب باللاعبين في الأماكن المناسبة. النهاردة لو شفت الناحية الهجومية كهربا بيلعب طرف شمال، مودس في الوسط، طاهر محمد طاهر يعني مغير مكان كهربا ومغير مكان طاهر الوحيد اللي كنت مثبته، فدي بحد ذاتها أنت برضو عدم اتزان الملعب. تعالى على الحته اللي ورا تبص تلاقي نفسك وانت بتلعب عمر زي ما اتفقنا بتلعبه باك ليفت وانت في احتياجك للعيب يجهز علشان مباراه افريقيا. ادي دي كمان حاجه تانية. حته نص الملعب انت بتتكلم فيه، انت غيرت في زي ما الكابتن شريف قال احنا عدلنا الملعب بالتغيير الاولاني، رجعنا غيرنا التغيير الثاني برضه عمل خلل ثاني في الملعب. ثلاثه، انت ليه بنغير في وقت متأخر وإحنا أصلاً في مرحلة إجهاد كبيرة؟ يعني المفترض إنه اتعمل لك 5 تغييرات. 5 تغييرات دول بيعملوا إيه؟ بيغيروا 50% من الفرق. يعني أنا بقولها كتير، الاتحاد الدولي لما بيديك 5 تغييرات دول بيناقشوا اللعبة وبيشوفوا اللعبة كتير قوي وبيتكلموا على الإجهاد وبيتكلموا على الضغط بتاع المباريات وبيتكلموا على السرعات وبيتكلموا على الحاجات دي كلها. فانت لما تيجي تغير بيديك ال5 تغييرات عشان تغير بين الشوطين. انا مش بقول احيانا في مدربين ما بيغيروش بين الشوطين بس لما تكون الفرقه ماشيه كويس، لكن الاصرار على انك تغير في الدقيقه 86 وفي الدقيقه 70 وفي الدقيقه 75، يعني انت بتدي اللعيب اكتر وانت في حاله اجهاد. انا مش بقول كده علشان احنا تعادلنا النهارده، انا بقول لك كده لانه واضح في ماتشات الدوري لما بترجع من افريقيا ليها المفترض ليها طرق اخرى. الطرق الاخرى ايه؟ حاجه من الحاجتين، لا تستغل اللاعبين من الناحيه النفسيه اللي ما بتلعبش عشان تستنفرها عشان تنزل تكسر الدنيا عشان يبقى ليها مكان جوه الفرقه، لا حاجه تانيه، لا انت تلعب باللعيبه المجهده وتاخد المباراه انك تلعب بالتشكيل يكون منتظم وشكله كويس. يعني في تلك الحالتين يا كابتن ايمن انا شايف ان النهارده ضياع البونتين من النادي الاهلي احنا اللي ضيعناهم، الا يعني احنا اللي نتحملهم كجهاز وكلاعبين، كل الاثنين يتحملوهم. واحد كجهاز انه يعني استقل المباراه بتغييراته، اللاعبين حتى في الملعب انت كسبان 2-1 فين الروح بتاعتك؟ فين جدعنتك انك تقف؟ يعني ازاي يخش فيك كره ثابته جول؟ يعني الكره الثابته اللي بتخش دي بتخش في الانديه الصغيره، الانديه الكبيره ما ينفعش يدخل فيها كره ثابته. ليه؟ علشان المفترض انت الاقوى فرديا بينك وبين اي فرقه بتلعبها، فما ينفعش انك انت يدخل فيك جون كره ثابته. انت بتحصل لك ايه دلوقتي؟ انت في 6 نقاط فقدت منهم 5 نقاط في اسبوعين. فانا بتكلم على الدوري، يجب انك انت عشان تريح نفسك مبكرا وعلشان ما تدخلش في دوامات عدم الثقه شويه من الجمهور للاعبين والحاجات دي كلها يا كابتن ايمن، يجب انك تاخد المباريات اللي هي بتاعت الدوري. وانت احنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو قلنا كل مدرب بيمسك النادي الاهلي بيبقى محظوظ. بيبقى محظوظ بايه؟ بيبقى عنده حوالي 25 لعيب كويس. اجعص نادي في مصر ما عندوش 10 كويسين، دي حقيقه، ما عندوش 10 لعيبه كويسين تعرف تغير ما بينهم تعرف. والحاجه الثانيه المهمه، يعني اي لعيب بينجح فللفرقه، فبيجي وقت عليك انت كمدرب ممكن تكون عندك فكره بتنجحها بس احيانا ما تجيش على حساب فرقه، انت فاهمني؟ فاكيد يعني الفتره القادمه مستر كولر لازم
هيستفاد من الاخطاء اللي عملناها. احنا عملنا اخطاء النهارده بالجمله في كره القدم. يعني انا بكلمك على عدله ملعب ما عملناهاش في البدايه، ولما جينا عدلناها رجعناها تاني. فكل الحاجات دي يجب ان هي تراعى شويه، لانه بالشكل ده الدوري في خطر. ليه بقى؟ لانك انت هتبقى مجهد، انت بتفكر في افريقيا، هتلعب بكل قوتك في افريقيا، فلازم ترجع يكون في صف تاني انت بتعمله. الصف التاني بيتعمل ازاي؟ اكيد انت تدريبك منتظم، واكيد انك انت عندك اجهزه، وعندك الـ 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 الاستشفاء بتاعتك للاعبين، وعندك الحاجه الثانيه الجي بي اس والحاجات دي كلها، انت بتعرف لعيبتك راحه فين. الناحيه بقى النفسيه، الناحيه النفسيه دي مهمه جدا، ان انا اعمل منافسه ما بين لاعب واثنين وثلاثه. يديني احيانا زمان كان اللعيب بيبقى مصاب، مش عاوز يلعب، مش عاوز يطلع، بيخاف. ليه بيخاف؟ عشان اللعيب اللي هينزل هيلعب مكانه هيكسر الدنيا. ليه بقى؟ لانه هو عارف ان جهازه لما انت هتبقى مش كويس مش هيلعبك. فدلوقتي انا بحس باللعيبه الحته اللي هي عندها ايه، ان في مجموعه ومش مجموعه. لا، انا بقول للعيبه لازم انتوا لازم كل لعيب ينتهز الفرصه ويطلعني. جميل جدا المدربين بيحبوا دي، يمكن انا من المدربين اللي بحبهم، لما بقول للعيبه انا لما اقعدك بره انزل اثبت لي ان انا كنت غلطان، لكن لو اثبت ان انا صح، طب ما انا اقول لك ما انا صح خلاص، يبقى انا لما اجي اعمل دي تاني معاك ايه اللي هيحصل؟ ما تقدرش تكلمني، لكن انزل اثبت لي انك انت صح، ساعتها افكر 100 مره ان انا اقعدك. ولكن هارد لك، احنا مش عاوزين نقلب العمليه، احنا عندنا اهداف كتير قوي وعندنا مباريات كتير قوي، ولا في الدماغ خلاص المباراه انتهت، بس لازم نتعلم من اني طول الوقت قدرك كنادي اهلي ان الفرق يعني النهارده انبي ما كانش كويس في الكوره، يعني خلينا نتكلم كلام منطقي، يعني ما كانش كويس. يعني انا وجهه نظري تعادل غير مستحق، ولكن صراحة. ولكن كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. طبعا في الاخر نتيجتهم هم نجحوا، لانه هو احنا الاهلي يكسب، انبي عاوز يتعادل، انبي كل اماله انه يتعادل او يعمل نتيجه تخسر مش برقم كبير، ولما يكسب انبي فرقه كبيره اعتبر. لكن في الوقت الحالي بيلعب بطل افريقيا، بيلعب النادي الاهلي، فهو انبي يعني الحته بتاعت ان هو النهارده خد البونتين، فهو رغم ان جوه الملعب انه كان مش كويس قوي، لكن في الاخر راح لهدفه، انبي راح لهدفه، الاهلي هو اللي تاع عن هدفه. صحيح كابتن.